أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي تطلعه بأن يخرج مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 المقرر عقده في شرم الشيخ نهاية العام الجاري بقرارات موضوعية ومتوازنة وعادلة حتى لا يتحمل الأفارقة نتائج الظروف التي مروا بها مرة أخرى. كما لفت الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن المواطن المصري تجاوب مع خطط الإصلاح الاقتصادي عندما لمس جدية من الدولة في تنفيذ الإصلاحات. عشان نتكلم على إفريقيا فيما يخص مؤتمر المناخ القادم، أنت سألت سؤال مهم قوي في الآخر، قلت أنت بتتوقع أو تتمنى أن المؤتمر يخرج بإيه؟ فهو قال أنا بضيف بقول قرارات موضوعية متوازنة وعادلة حتى لا يدفع الأفارقة مرتين فاتورة الظروف اللي مروا بيها. ما ينفعش البنية الأساسية للقارة الإفريقية عشان تتعمل، وأنا هنا بتكلم عن تجربة مصرية خالصة خلال السبع سنين اللي فاتوا، عشان توصل لحالة الرضا اللي تديها للمواطن في مصر. أنا بتكلم صرفنا ما يقرب من 400 مليار دولار. بالمناسبة في أي وقت من الأوقات كنا بنحاول نعمل إصلاح اقتصادي حقيقي كان المواطن المصري ما عندوش استعداد يتجاوب معانا، لكن لما وجد النتائج والآثار بتاعة البنية اللي أنا بتكلم عليها دي تحمل آثار اقتصادية صعبة.